السلام عليكم، صباح الخير. مرحبا بك، اهلا. اهلا وسهلا. نعم انا اسمعك جيدا، وانا اعتقد انه اليوم اولى اولويات مخرجات القمه الخليجيه المرتقبه هو ترتيب البيت الخليجي والعربي، وهذا امر في غايه الاهميه. ربما دلاله المكان تبعث برسائل كثيرة. المنطقة منطقة تاريخية، ونحن اليوم نطوي التاريخ السابق ونتجه إلى المستقبل المشرق، المستقبل العلى الجميل الجاذب التي تتوقع المملكة العربية السعودية كبلد سياحي جاذب لجميع أقطار العالم. أيضا هي أولى قمة خليجية تأتي في بداية العقد الخامس، وهي تؤسس لمرحلة جديدة في ظل التجاذبات الدولية والتغيرات الجيوسياسية في منطقتنا والتبدلات في الولاءات والعالمية تجاه المنطقة وتجاه غيرها. أيضا هي أولى قمة خليجية يحضرها رئيس مصري وأيضا مسؤول أمريكي. في هذه القمة نحن نؤسس لمرحلة جديدة تغلق جميع الأبواب والنوافذ التي ولجت منها أسباب الخلافات. لا بد اليوم في هذه القمة أن تكون لا تقبل قمة أن تكون قمة أنصاف الحلول أو أنصاف التسويات والمصالحات. لا بد أن تكون قمة للمصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة وإيجاد ضمانات قوية جد دولية على ووضع حلول جذرية بالتأكيد. تفضلي. أقصد وضع حدود جذرية بالتأكيد ل يعني الخلافات الخليجية الموجودة الآن على الساحة. أنا أتمنى أن لا تقتصر الأمر على فقط أنا ربما تحدثت في بداية كلامي عن ترتيب البيت الخليجي والعربي. نعم. البيت الخليجي والعربي هما بحاجة اليوم إلى الترتيب. نحن كلنا جميعا نعيش في إقليم واحد، ونحن بحاجة اليوم إلى إعادة الترتيب وإلى إعادة النظر في أولوياتنا وإلى تقوية الجانب العربي. المحيط العربي اليوم هناك الكثير من العواصف التي تحصل به. التدخل اليوم التركي في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. نحن بحاجة اليوم إلى الالتفات إلى وحدة الصف بالتأكيد وإيجاد وحدة الصف. نعم. أستاذ عبد الله عساف المحلل السياسي من الرياض، شكرا جزيلا لك.